كما ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية دكتور كريم عادل. دكتور كريم، بعد التحية، كيف تابعت أعمال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية والمنعقد في شرم الشيخ بعد هذه الكلمات الموجزة سواء من رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أو المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، والذي أكد على أن هناك تحديات كبيرة تواجه القارة الإفريقية، ولكن في هذا المؤتمر في نسخته الأولى إلا أن الجميع عازم وبشدة على المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي سعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الدولة المصرية ومنذ أيضا أن كان رئيسا للاتحاد الإفريقي. طبعا مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا وعلى الساده المشاهدين. طبعا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 وهو حمل على عاتقه ما تعانيه الدول القاره السمراء من مشكلات وما تواجهه من تحديات تعوق مسيره التنميه التي تسعى كل دوله الى تحقيقها. ولمسنا هذا الدور الريادي في فترة تولي الرئيس لرئاسة الاتحاد الافريقي، وجدنا دور كبير في مساعي السيد الرئيس لإزالة كل هذه العقبات والتحديات وضم القارة السمراء ووضعها على خريطة المجتمع الدولي في تحقيق أهدافها والأهداف الخارجية للمجتمع ككل. طبعا المؤتمر احتضان شرم الشيخ والدولة المصرية لهذا المؤتمر بيعكس دور مصر الريادي، يعكس دور مصر وحرصها على أن تكون القارة الأفريقية شريك في عملية البناء والتنمية والاستثمار. مؤتمر غاية في الأهمية بيحقق التكامل بين مختلف الدول. القارة السمراء، القارة السمراء غنية بالموارد الطبيعية والموارد البشرية، وبالتالي استغلال هذه الموارد وتوظيفها التوظيف الأمثل بيحقق أهداف التنمية المستدامة من ناحية، وبيحفظ للأجيال القادمة أهدافها ومصالحها المستقبلية. أستاذ كريم، دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد على أن هناك بعض التحديات وأوجزها في 6 نقاط، تحديات عن خاصة في ظل جائحة كورونا وما تتخذه القارة الإفريقية من إجراءات احترازية. تحدث أيضا عن أرقام اقتصادية وقال إن القارة الإفريقية والتي يقطنها ما يقارب 1.5 مليار 60% منها شباب، ولكنها أيضا تساهم بنسبة ضئيلة في الناتج الإجمالي العالمي كيف يمكن لهذه القارة الغنية بهذه الموارد الطبيعية الكثيرة أن تساهم بصورة أكبر وتحقق التنمية المستدامة داخل دولها ولشعوبها؟ هو الهدف الرئيسي من المنتدى هو تحقيق التكامل فيما بين دول القارة السمراء. كل دولة لها مميزاتها، لها ما تمتلكه من موارد طبيعية وكوادر بشرية، ولكن يد واحدة لا تستطيع البناء. وبالتالي هنا بيتحقق الهدف الرئيسي من المنتدى، ان كل دولة بتتبادل ما تملكه من موارد طبيعية ومن كوادر بشرية مع الدولة الاخرى، وبالتالي بتتحقق مصالح الدولتين. وبالتالي هنا بنجد ان اهداف التنمية المستدامة ال 17 هدف المنصوص عليهم في الاجنده في الامم المتحده، يعتبر هذا المنتدى خطوه او خلينا نقول اتجاه سريع الى تحقيق هذه الاهداف. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديه دكتور كريم عادل، شكرا جزيلا لك.